مساء الخير، نبدأ غرفة أخبار الليلة إذن من غزة. يبدو أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي يهدد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة أصبحت أقرب من أي وقت مضى، خاصة مع إعلان إسرائيل أنها بصدد توسيع ما وصفته بالمنطقة الإنسانية في قطاع غزة، والتي يتوقع أن تمتد من المواصي جنوبا إلى طول الشريط الساحلي حتى النصيرات، بما يكفل استيعاب مليون لاجئ. كما كشفت إسرائيل عن تجهيز 5 مستشفيات ميدانية إضافة للمستشفيات الدائمة العاملة في تلك المنطقة. ومع كل هذه المؤشرات على قرب موعد تنفيذ إسرائيل تهديداتها، تزايدت التحذيرات المصرية من اجتياح رفح ومن تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع، إذ أكدت القاهرة رفضها التام لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. نتابع الخبر مباشرة من القاهرة مع دكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم معنا دكتور. هل ترى فعلا أنه عملية اجتياح رفح باتت أقرب من أي وقت مضى؟ بالتأكيد طبعا، لأنه إسرائيل بدأت إجراءاتها وترتيباتها الأمنية خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، ونستطيع أن نحصد يعني ما تقوم به إسرائيل بالنسبة لتقسيم غزة إن صح التعبير. الإجراءات والترتيبات الأمنية الأخيرة تشير إلى هذا السيناريو. للأسف الإجراءات التي قامت إسرائيل باتخاذها في منطقة شارع الرشيد وتقسيمه إلى كانتونات وبلوكات للمرور المباشر في هذا الإطار، وبناء ما عرف باسم المنطقة العازلة أو البافر زون على أرض الواقع، وبالتالي الحديث هنا عن ترتيبات أمنية واستراتيجية في عمق القطاع ستبدأ أيضا خلال العملية الخاصة برفح. طبعا الخلاف حول كان طبيعة العملية، مهامها، دورها، نوعيتها، هل ستبدأ بعملية وأيضا يا دكتور الوقت الذي يستلزمه نقل أزيد من مليون نازح، الكلام على أنه هناك ترتيب لمناطق آمنة لاستيعاب هذه الأعداد، كم من الوقت تراه يلزم حتى تبدأ إسرائيل في تنفيذ ما تتوعد به؟ وفق لخطة هيئة الأركان الإسرائيلية وقيادات مناطق الجنوب والقيادات النوعية، ستأخذ هذه الخطة من شهر إلى 3 أشهر، بمعنى أنه سيتم زحزحة الفلسطينيين الموجودين طبعا في منطقة التماس، هيمروا من منطقة المواصي إلى منطقة الوسط، بالإضافة إلى فتح ممرات إلى مناطق الشمال للذين ليست عليهم شبهات، يعني ستكون هناك بوابات رئيسية في المناطق الأخرى، يعني الامتدادات هتبقى من المواصي إلى مناطق الوسط. تستوعب حضرتك من 800 ألف إلى مليون، لكن طبعا عمليات الإجلاء والإخلاء ستقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي بالأساس. هناك مقترح بأنه الولايات المتحدة ربما تدخل 1000 جندي وضابط لمتابعة ما يجري، وسيسمح بطبيعة الحال لبعض ممثلي الأمم المتحدة لمراقبة ما يجري لعدم انتقاد أي إجراءات إسرائيلية. ولكن دكتور يعني فترة من شهر إلى 3 أشهر هي فترة طويلة نسبيا، هل تعتقد أن هناك فرصة للحؤول دون الاجتياح البري لرفح طوال هذه المدة، إن كان عن طريق المفاوضات أو مفاوضات التهدئة، إعادة بعثها من جديد مثلا؟ البدائل مطروحة وتحتاج إلى صوت العقل، ولكن للأسف هذه الحكومة الإسرائيلية لا تستمع لأي صوت في هذا. كانت هناك أفكار أمريكية ومصرية ودولية للعمليات البديلة حضرتك المباشرة في هذا الإطار، وقدمت الولايات المتحدة أفكار بديلة. حضرتك تعلم المنفذ البحري لفتح المجال أمام الهجرة الطوعية لمن يريد أن يغادر القطاع، بالإضافة إلى السماح، يعني إذا كانت المفاوضات قد بدأت ومر في إطارها، كان سيسمح بعودة 2000 ل 2500 فلسطيني في إلى مناطق الشمال والوسط، لكن المفاوضات توقفت وتعثرت. بطبيعة الحال سمحت الفرصة للجانب الإسرائيلي للتحرك في هذه الدائرة والاتجاه إلى الحلول الانفرادية. الترتيبات الأمنية الجارية في عمق القطاع الآن ماضية في إطارها، بالعكس استمرار تجمد المفاوضات سيعود بصورة عكسية على جانب حركة حماس، لأن رهانات حماس على إطالة مدة التفاوض بطبيعة الحال وتوقفها. وما يجري الآن في مسار التفاوض والاتجاه من قطر إلى القاهرة ومن القاهرة
إلى تركيا سيعوق أي مسارات للتحرك. إسرائيل هتستثمر في هذا المشهد وستسرع حضرتك في الترتيبات الأمنية والاستراتيجية في عمق القطاع والوصول إلى رفح. نعم. طيب دكتور، عمليا إذا تهجير الفلسطينيين، تهجير المهجرين أصلا سيتم ولكن على الأقل يعني داخل قطاع غزة، وهو الأمر الذي ليس خارج قطاع غزة، لا يتم تهجيرهم إلى خارج القطاع، وهذا ما كانت تحذر منه القاهرة وترفضه رفضا شديدا. ولكن القاهرة ما تزال تعبر عن خشيتها من هذه العملية، من عملية اجتياح رفح. ما هي خشية مصر من هذه العملية بالتحديد؟ هو طبعا هناك مخاوف من احتلال منطقة ممر صلاح الدين، والقاهرة حذرت من هذا الإجراء مرارا وتكرارا، أن مصر سترفض بطبيعة الحال أي تواجد إسرائيلي في منطقة ممر صلاح الدين قولا واحدا. أي بدائل أخرى مطروحة من الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي مصر رفضتها تماما. فالبدائل لا أريد أن أقول صفرية في التعامل، سيؤدي بطبيعة الحال إلى المساس بجوهر العلاقات المصرية الإسرائيلية، بالبروتوكول الأمني الحاكم للعلاقة بين تل أبيب والقاهرة، بالإضافة طبعا لمعاهدة السلام. في إجراءات كثيرة القاهرة أعلنتها على الموجة المفتوحة، بمعنى أنه إذا قامت إسرائيل بهذه الإجراءات ودخلت منطقة ممر صلاح الدين وفرضت الحلول من جانبها، سيكون هناك إجراءات ما تجمع ما بين السياسي والدبلوماسي والأمني والاستراتيجي. برغم كل ما تحاول إسرائيل طمأنة الجانب المصري، مصر يا سيدي لا تثق في أحد، لا في إسرائيل ولا في غيرها، لأن هذه الإجراءات الأمنية والاستراتيجية غير مسبوقة في تاريخ المواجهة. والقاهرة بطبيعة الحال ليست في حاجة إلى رسائل تطمينات من الولايات المتحدة أو من إسرائيل. الإجراءات بتعتمد فيها القاهرة على قدرتها وإمكانياتها، سواء كانت العسكرية أو الاستراتيجية أو الأمنية أو الدبلوماسية، في إطار التعامل مع تبعات وارتدادات ما يمكن أن يطرح في هذه الأزمة. إذا دخلت إسرائيل ممر صلاح الدين ودخلت رفح وبدأت العمليات العسكرية في عمق القطاع بالكامل. نعم دكتور، كيف ترى كذلك دخول الوسيط التركي على الخط الآن في ظل الحديث عن مراجعة قطر لدورها في الوساطة مع حماس، مع هذه التصريحات لبنيامين نتنياهو بأن الفترة المقبلة ستشهد ضغطا كبيرا على حماس فيما تبقى من غزة، والتلويح وهذه الاستعدادات المؤشرات على اجتياح رفح؟ هل يمكن للدور التركي ربما أن يلعب دورا دبلوماسيا يجنب رفح على الاجتياح البري الإسرائيلي، أم هذا مستبعد؟ سيدي نحن في صراع الوقت، بمعنى أنه دخول تركيا يزن بطبيعة الحال الجهد المصري والجهد القطري بصورة كبيرة. لا يمكن يعني إنكار أن الأتراك لهم دور كبير في هذا، خصوصا تجاه حماس وأيضا تجاه إسرائيل. لكن الوقت يمر حضرتك، والمخاوف من إقدام نتنياهو اليوم على عمل عسكري مباشر في رفح ومحاولة القفز على ما يجري داخل إسرائيل. حضرتك تعلم اليوم استقالة رئيس البحوث العسكرية والاستراتيجية الخاصة بالاستخبارات العسكرية، وبالتالي أنت تتحدث هنا عن إجراءات داخل أجهزة المعلومات، والاستقالات الأمنية ستتتالى. الرجل يريد أن يقفز من خيار إلى خيار. أعتقد أنه استقالة هذا المسؤول الأمني الكبير في جهاز الأمن طبعا وفي الاستخبارات العسكرية تحديدا ربما يشجع قادة الأجهزة على القيام بهذا، فتحدث فوضى في إسرائيل. نتنياهو يريد أن يفرض واقع جديد. الأتراك إذا دخلوا سيضيفوا إلى الجانب المصري بصورة كبيرة، وستكون هناك ضغوطات على الطرفين بصورة أو بأخرى. لكن بطبيعة الحال دور الجانب القطري دور باختصار شديد. هذه نقطة مهمة جدا أثرتها في الختام دكتور. نتحدث عن أهارون حليفة، هو أول شخصية سياسية وعسكرية إسرائيلية تستقيل بعد هجوم السابع من أكتوبر. ما دلالة هذه الاستقالة والحديث عن الاستقالات المقبلة، ما دلالاتها فيما يتعلق بعملية رفح؟ أخشى أن تفهمها حركة حماس خطأ، بمعنى أنه انتصار كبير. هو ليس انتصار، هو تحفظ على ما دار في العملية العسكرية والأخطاء التي تمت في العملية، وبالتالي الرجل كرجل مهني وضابط محترف تحمل المسؤولية. هل سيكون هناك يعني استقالات؟ أتوقع أن يكون في استقالات حدود في تحديدا في هيئة الأركان، في مجمع الاستخبارات العام موساد لي الذي يضم الأجهزة بأكملها، في استقالات في درجات أخرى. لكن أخشى
فإن هذه الاستقالات إن تمت تفهمها حماس غلط. بطبيعة الحال حماس تريد أن تكون جزء من المعادلة الفلسطينية التي تتشكل، وبالتالي ستتشبث بكل هذه الفرص وتحولها إلى الجمهور الفلسطيني، وفي جزء بطبيعة الحال إلى الداخل الفلسطيني وقطاع غزة. لكن أنا في تقديري نتنياهو سيستمر في عمله، سيتجه لأعمال انفرادية، سيتجه إلى رفح للأسف، وربما يفرض هذه الترتيبات في وقت قصير للغاية، عكس ما تراهن عليه حركة حماس في الاستمرار في العملية والتعنت في أي مفاوضات ورفض تقديم أي تنازلات في هذه المفاوضات التي دارت ما بين باريس والدوحة والقاهرة. أشكركم شكرا جزيلا على انضمامكم إلينا من القاهرة، دكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في غرفة أخبار سكاي نيوز عربية هذا المساء.